السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مساكم الله بالخير جميعا. ان شاء الله اليوم عندنا احنا مشروع بنقدمه. هذا المشروع حيساعد كثير بشكل عام الشركات والانتي فايروسز والاشياء وبشكل عام الشركات تقدم سكيورتي سيرفيسز للناس. طبعا زي ما تعرفوا نحن عندنا مشكله حاليا انه مع تقدم التقنيه اللي عندنا في بشكل عام كاي اي كديب ليرنينج كماشين ليرنينج, هذا الشيء من مصلحتنا لكن ايضا زي السي احيانا يكون ضدنا. كيف يكون ضدنا؟ الهكرز بشكل عام جالسين يستخدموا هذه التقنيات كلها بانهم يسووا مالويز. زي ما تعرفوا نحن يمكن تصيبنا فيروسات, تصيبنا مالويز, تصيب اجهزتنا, تصيب جوالاتنا. نحن نحاول بانه استخدام ايضا التقنيات الحديثه هذه بانه نحاول نحن نكشف هذه الاشياء ونحاول نمنعها, بحيث هذه الانتي فايروس اللي عندنا زي كاسبرس كي زي اي شركه انتي فايروس تلقط هذا المالوير وتساعدنا جدا يعني. طيب فزي ما تشوفوا عندنا حاليا هذا كابستون بروجكت عندنا او مشروع تخرج في الجامعه. الفريم ورك اسمها دي ال درويد ديتكتر. المشروع هو درويد مالوير ديتكشن اند كلاسيفيكيشن يوزنج ديب ليرنينج ان سمبل مودلز. يعني نحن نحاول نستخدم الاندرويد ابس, نحاول نشوف اذا هي هذه الاندرويد ابس عباره عن مالوير او رانسوموير او كان عباره عن تطبيق طبيعي جدا يعني. طيب في البدايه نحن عندنا بوست سيستم. طبعا نحن عندنا في مودلز نستخدمها في الديب ليرنينج زي ما تلاحظوا عندنا حاليا اللي هو اللونج شوت تيرم ميموري. هذه كلها مودلز نستخدمها في الديب ليرنينج بحيث تعطينا اكيوسي ممتازه. في عندنا في جي جي 16 طبعا هي من المودلز جدا جدا مشهوره في الديب ليرنينج بحيث تعطينا اكيوسي وتسوي ديتكشن جدا ممتاز. عندنا راندوم فورست ايضا في الكماشين ليرنينج. طيب في العادة نحن نستخدم الداتا سيت, نجمع داتا سيت قد ما نقدر بحيث يمكن يعني كل ما كان عندنا داتا سيت قوية وكل ما عندنا سامبلز كثيرة لتطبيقات سواء كانت مالويز أو كانت يعني تطبيقات عادية, كل ما كان عندنا داتا سيت كبيرة جدا كل ما هذا الشيء ساعد في الأكيوسي عندنا في المشروع وديتكشن أكيوسي عندنا في المشروع. فزي ما طلعنا نحن استخدمنا أكثر من داتا سيت. داتا سيت جدا مشهورة من مايكروسوفت عندنا اللي هي المال إيمج, فعدة داتا سيت فيها عدة سامبلز كثيرة بحيث ساعدنا في الديتكشن يكون عندنا الأكيوسي فيها عالي جدا. طيب في البدايه نحن حنقعد حاليا ببوس سيستم. عندنا حيجي يوزر يسوي ابلود للاي بي كي. طبعا الاي بي كي هي عباره عن اندرويد باكج, هذا اللي هو يجينا كالعاده يعني وقت ينزل عندنا احنا في اندرويد بشكل عام برنامج يكون بصيغه اي بي كي. فنرفع برنامج الاي بي كي هذا, حنرفع على ويب بيج يكون فيه ابلود فايل بشكل عام. بس اللي حيصير حاليا انه حيصير فيتشر اكستراكشن. طبعا احنا نحتاج عشان نسوي الديب ليرنينج مودلز نصير في فيتشر اكستراكشن, يصير في عده اشياء نعتمد عليها في الديب ليرنينج في التعلم حق المودل بشكل عام. فيصير اكستراكت الفيتش بشكل عام استخراج هذه الفيتشرز من الاب يصير لها باس للديب ليرنينج موديل, وعن طريق الديب ليرنينج موديل نجمع اكثر من ديب ليرنينج موديل عن طريقه نحاول خلاص نطلع اكيوسي. نحن نحاول ان شاء الله ننفع يعني يكون عندنا التوقع حاليا كريزولت يطلع الاكيوسي انه هذا مالوير او هذا بشكل عام تطبيق عادي بنسبه اكثر من 90% ان شاء الله بنحاول فيها. طبعا بالابحاث الجديده والاشياء الجديده جالسه تطلع احيانا اكيوسي توصل ل 99% يطلع لك هذا الاب هو مالوير ولا اب طبيعي جدا. طيب هنا عندنا يوز كيس بسيطه, فاليوزر يسوي لوجن ويسوي سكان نيو اي بي كي, كمان يمكن يطلع ريبورتات قديمه عنده, ايضا كمان نسوي سيرش باي هاش. نجي حاليا ايش الفيتشرز اللي جالسين نستخرجها نحن بشكل عام. عندنا احنا في الاب كل اب ليه بيرميشنز خاصه فيه. زي ما تلاحظ وقت نحن ننزل اب يقول لك لازم اسوي اكسس الصور, اسوي اكسس على احيانا ينزل مثلا يسوي اكسس على جهات الاتصال, فهذه البيرميشنز كلها لازم نراجعها عشان هذا شيء جدا خطير. يعني ليش مثلا اب مثلا حق اتصالات تسوي اكسس على الصور؟ فكل كل اب نراجع البيرميشنز حقته بحيث نعرف هذا الشيء بشكل عام كويس ولا. ايضا نراجع السورس كود حق البرنامج ونشوف الاي بي اي كولز او بشكل عام ايش الاي بي اي جالس يتواصل فيها. فزي ما نعرف نستخدم تولز مشهور زي الاندرو باي تول, ايضا كمان نسوي انزب للاي بي كي ونحاول نسوي اكستراكشن للاشياء هذه كلها. طبعا نحاول كمان نحول الاي بي كي ل 2 دي ايمج, يعني نحاول نحول الاي بي كي للصوره بهذا الشيء يساعدنا في الديب ليرنينج موديل. وهذا طبعا يعني بروبوز سيستم واضح بحيث الفيتشر اكستراكشن تصير انه عدد اشياء. هذه موديل الديب ليرنينج هنا تصير في ال اس تي ام اللي هي اللونج شوت تيرم ميموري, وهنا في راندوم فورست. وايضا بالاخير بعد ما يصير كل هذه الكالكوليشنز يصير كل هذه الحسبه هيحدد هذا الشيء عباره عن بيناين فايل, يعني عباره عن تطبيق اعتيادي وعادي ما في مشكله ولا عباره عن مالوير. والله يعطيكم العافيه وجزاكم الله خير. ان شاء الله اتمنى انه هذا المشروع يطلع في 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 عده اشياء بحيث يساعد الناس ويساعدنا في حمايتنا اكثر, ومشرفين فيكم. الله يعطيك العافيه, شكرا لكم, شرف وافي. الله يعطيكم العافيه, شكرا جزيلا.